بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة يكون كاميرات 12 وتيوات 60-30 وخشب أندونيسي عزل مائي. والآن تم تنزيل النزلات كاميرات 12 سنتي خليجي كل مترين كمر. اركب داير خشب وعزل وعزل مائي وعزل. والآن تم تركيب الصاج، تركيب التيوبات 60-30 ميلو روب كل نص متر تيوب، تركيب ميجا، وكده جاهز على تركيب الخشب. طبعا اللي فتحناها كل متر مجرى الميه متجار، ما ينفعش تركب مجرى ميه على الوجه، المجرى الميه متجار فقط والباقي ديكور من الخارج. الان بيتم تقفيل الفواصل حق المزراب بالغير حق العازل. طبعا مطرح اللحم والآن بيتم تركيب الخشب، خشب أندونيسي 9 ملي. والآن هنبدأ في تركيب العزل المائي، عزل مائي ده الكوبلستر 4 ملي، بتسيحه بالنار فوق الخشب. والآن بيتم تسيح العزل المائي. والآن بيتم تنزيل المبسطات، مبسطات 3 في 3 فوق العزل المائي عشان يلحم فيها الفرش حق الجراميت في وقت اللي هي الصغيرة. والآن تم اختبار المية. سيحنا العزل داخل. الآن بنبدأ بفرش التيوبات، تيوبات 20-30 حق الجراميت. والآن تم تركيب التيوبات 20-30 وكده جاهز على تركيب الجراميت وتركيب العزل الحراري. والآن بيتم تركيب العزل الحراري وتركيب الجراميت. والآن تم تركيب الجراميت كامل كده جاهز على تركيب الزوايا. جراميت سعودي اليمامي حرف اس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والآن بيتم تركيب الخلطة تحت الزاوية، ونجيب الزاوية عليها، الزاوية مشدة على الحديد، ونروح مركبينها على الخلطة. والآن تم تركيب الزوايا. بيتم تغسيل الشغل بالماء. بسم الله ما شاء الله. وده كده بعد تغسيل الشغل بالماء. طبعا ما فيش ما تيجي على الجدار ابدا، لان في بروز 10 سنتي بره الجدار. ولما يتم دهن الزوايا نفس لون الجراميت ده من شركة جيتون. الان كده تم دهن الزوايا كامل الحمد لله رب العالمين، وكده يكون انتهى العمل. ولو عجبك الفيديو اشترك.